أكد الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبان الإقبال الكبير على الموظفين أو من الموظفين الحكوميين على الاستفادة من خدمات المعهد يدل على الحس الوطني والمسؤولية الوطنية التي تتمتع بها الكوادر البحرينية. وأوضح الدكتور بن شمس في مقابلة مع برنامج مجتمع واعي الذي يبث على شاشة تلفزيون البحرين أن مملكة البحرين عملت على تصدير العديد من التجارب الإلكترونية الناجحة إلى منطقة الخليج العربي والدول الإقليمية المجاورة مثل المملكة العربية السعودية وعمان وتونس وغيرها. استراتيجيتنا وخطة عملنا على كثير من الممارسات الفضلة الموجودة في العالم وتعلمنا منها حقيقة، وربنا لك الحمد الله أعطانا بفضل أسرة المعهد أن كذلك نوصل أن نعلم جيراننا، تعلموا منا السعودية، تعلموا منا عمان، بل وصلنا في بدايات حتى طريقنا وصلنا حتى إلى إيطاليا في مركز ما يسمى مركز كازيرتا للتعلم. لكن أهم يمكن شغلتين في الموضوع، وهما شلون يكون هذا التعلم له الخصوصية مالتنا. الارتباط مع الحاسب الآلي بشكل مباشر، صحيح كلنا نستخدم اليوم الكمبيوترات، التليفونات كلها موجودة، لكن كون إني أقعد قدام الشاشة وأقعد one to one، إذا ما يكون فيه نوعية من إحنا نسميه الكاستمايزيشن واللوكاليزيشن، ما يكون فيه نوعية من التميز لمجتمعنا لثقافتنا، بيصير فيه نوع من الملل.